مرحبا بكم. في الدروس السابقة لقد تعرفنا قليلا وتعرفنا على مزيد من التفاصيل حول مكون الأدو تيبل، وهو يأتي في حزمة الأدو. الآن دعونا نعود إلى المكون الخاص بالفيرداك. فكما قلنا الفيرداك كونكشن من أجل الاتصال، نقوم بالبحث عن المزود والذي هو MS Access، نختار قاعدة البيانات بسرعة، نختار قاعدة البيانات Download أو Document Databases، أي شيء هنا تيست، اوكي تيست، تم عمل تيست بنجاح، نضغط على اوكي فقط، نذهب الى لوجين برومبت ثم الى خاصية كونكتد فيتم تفعيل. الان ال FD connection والاديو connection كلاهما واحد او كلاهما مختلف عن بعضه البعض، فعندما تريد ربط الجدول فيجب ان يكون من نفس النوع، يجب ان يكون FD table الذي تريد ان تقوم بوضعه او تقوم باستخدامه من اجل اظهار الاتصال الموجود في ال FD connection. نذهب مباشرة الى table name، نختار التيبل الذي نريده البوكس، فكما ترون سهلة وبسيطة جدا، نستطيع عمل كل شيء، يعني كل شيء قمنا بعمله على الأدو تيبل هنا. فمثلا قمنا بالذهاب إلى خاصية أوتو كالك فيلد، وقمنا بالحساب هنا أون كالك فيلد، وقمنا باستخدام التصفية، قمنا بالاستخدام اندكس فيلد نيم. دعونا نذهب إلى هذا المكون ونرى. أولا الأحداث هنا توجد، وتوجد أحداث أكثر، يعني after insert وبيفور، وتوجد أحداث أكثر. بالنسبة للأوتو كالك فيلد فهنا توجد مع وجود إحداثات أخرى وإحداث أخرى. لدينا هنا خاصية الفلترد موجودة مع وجود خصائص أخرى أكثر تقدما، كما ترون هنا F كاز، أو يعني إذا أردنا اختيار بالأحرف الكبيرة أو الصغيرة من هذا الخصائص هنا، فلتر تشينج موديفيت انزيريت ديليتد أو أي شيء آخر هنا في التغيرات عملية الفلتر. ولدينا أيضا الترتيب يكون على أساس أندكس فيلد نيم التي نقوم باختيارها كما ترون، وأيضا نجد الماستر سورس والماستر فيلد، وهنا نجد بعض الاختلاف، فعندما نريد استخدام هذه الخاصية نجد بعض الاختلاف معها ومع الأدو تيبل، كل شيء تماما، لكن هذه الخاصية هنا فقط يوجد الاختلاف. دعونا نضيف F table جديد، FD table، عفوا من جديد FD table، FD table، والداتا سورس الخاصة به داتا سورس. نذهب إلى الداتا سيت فنجعلها مربوطة مع ال FD table 2 وهذه مع ال FD table 1. فعندما نذهب إلى هنا FD table نقوم بتفعيله لأنه لا يوجد أي table فسيظهر لنا خطأ other، وهذا مع البوكس others. الآن كل شيء جيد هنا. إذا أردنا أن نقوم بعملية الماستر سورس والماستر فيلد، يعني الماستر ديتاي تسمى، سنذهب إلى خاصية ماستر سورس بكل بساطة، ثم نذهب إلى خاصية ماستر فيلد، ثم نختار الفيلد من هنا، الفيلد الذي نريد أن نقوم باستخدامه من الجدول الماستر والذي هو الاي دي. أما بالنسبة لإكمال الخاصية فسنذهب ونقول له اندكس نيم هنا، فسنقول له بوك اي دي والذي هو الخاص بهذا العمل. دعونا نقوم بتغيير بسيط هنا في البيانات، فهذه سنجعلها مع الداتا سورس 4 وهذه نجعلها مع الداتا سورس 5 على ما أظن غير مفعلة. نعود من جديد، كما ترون كل واحد والكتب الخاصة به أو الكتب التي توجد تحت اسمه، هنا 3 وهنا ناصر وواحد وكل شيء. هذا يعني بالنسبة للاختلاف الموجود، فليس مثل الأدو تيبل نقوم بها مباشرة من حقل واحد، هنا يجب أن نقوم بالأمر من استخدام خاصيتين أو باستخدام خاصيتين. فإذا قمنا بالحذف هنا وقلنا له الماستر فيلد هو الاي دي فقط، فأول شيء أن نتأكد من الاتصال، نقوم بالتجريب من جديد، نختار 3 4 أو أي شيء هنا، ك
كما ترون هنا يوجد بعض الخلبطة في الداخل، فرقم الكاتب 1 هنا PHP، ورقم الكاتب 3 لا يوجد شيء، ورقم الكاتب 4 يوجد هنا الكاتب رقم 3. إذن دعونا نعود إلى الخاصية من جديد FD Table 1، ثم نعود إلى خاصية هنا أين هي خاصية الاندكس نيم، ونختار هنا البوك اي دي، وتوجد لدينا others book هنا عندما نقوم باختيارها، فهي متعلقة برقم الكتاب. اما لدينا في الاندكس فيلد نيم سنذهب ونختار الحقل الحقيقي او الحقل الخاص بالاوثر، اين هو؟ هذا هو الاوثر، يأتي معهما الاوثر في جدول البوكس. إذن الآن كما ترون نجحت العملية وقامت بالعملية مباشرة، الثلاثة هذه الكتب لديه والواحدة هذه الكتب التي لديه. الأمر يتم من هذه الخاصية، والحقل هنا تجدون بأنه قام ببعض التغييرات، حيث قام بدمج اسم الجدول والذي هو بوكس، وقام بوضعه مع الحقل others أو مع الجدول others من أجل عملية الربط بينهما، فالتي تتم عن طريق الخاصية master source. هذه هي يعني أغلب الاختلافات. أما بالنسبة للـ FD table فتوجد لديه إضافات جديدة وكثيرة يمكنكم متابعتها والتعرف عليها إذا أردتم التعمق فيها، لكن بالنسبة للأمور السابقة فكل شيء نفسه، يعني لا يوجد أي اختلاف. إذن دعونا ننتقل إلى موضوع آخر.